ما حكم المداومة على قراءة صلاة في صلاة الفجر قراءة سورة السجدة والإنسان؟ يعني يوم الجمعة؟ إيه نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما، لكن بعض العلماء يكره المداومة عليهما لئلا يظن العامة أن ذلك واجب وأن الصلاة لا تصح بدونهما، لكن متى علموا أنها سنة فالمداومة لا تكره. نعم.